اهميه بقى ان الاهلي بيلعب الزمالك في نهائي بطوله، اول مره يوصل فيها فريقين مصريين ويواجهوا بعض، وازاي بتشوف بقى المباراه والاستعدادات للمباراه دي، وتوقعاتك لشكل التشكيل بشكل عام ممكن يكون عامل ازاي في المباراه ما بين الاهلي والزمالك؟ طبعا التشكيل ما نقدرش نحكم عليه دلوقتي لان الماتش لسه قدامه يمكن 27، فده لسه قدامه فتره كبيره، انت بتتكلم حوالي اكتر من 20 يوم. لكن ما فيش اصابات، احنا مش هنعرف بقى، لسه في منتخبات عندك دلوقتي لعيبه الاهلي والزمالك ما بين منتخب اولمبي ومنتخب اول، فبالتالي مش وارد عارفين يكون في اصابات صحيح. فالفكره في كده، لكن اللي احنا نقدر نقول ان احنا بنتكلم في يمكن مجموعه من المفارقات موجوده بشكل كبير، كل فرقه محتاج ان هي تحقق. الاهلي بيدور على البطوله التاسعه الافريقيه، الزمالك بيدور على البطوله السادسه، فكل الاثنين عندهم حوافز ودوافع قويه جدا عشان خاطر يقدروا يكسبوا البطوله دي. وفي كمان حسابات تانية، يعني الزمالك بقاله فتره بيكسب الاهلي، ففي حسابات تانية عند جمهور بالظبط، وهو دي كمان، ودي يمكن اقول لك على حاجه، يمكن الزمالك كان تفوقا شويه، هم شايفين ان هم اكثر تفوقا سواء دفاعيا في خط الدفاع بتاعه، لعيبته اكثر ثباتا واكثر قوه، ونفس الامر بالنسبه لخط الهجوم في الزمالك اكثر شراسه، لكن في نفس الوقت دي ما بتتحسبش بالطريقه دي، بل بالعكس انت بتنتظر بتشوف ان كل الماتشات دي بالذات ليها ادوارها وليها حساباتها وليها يعني طرق لعبها بطريقه مختلفه، وممكن بتبقى الناحيه النفسيه تقوى على اللحنه، يعني الناحيه الفرديه او الجسمانيه او الكلام ده كله. وكمان يمكن في ملاحظه او مفارقه غريبه جدا، مش عارف يمكن خدت بالك منها ولا لا، الزمالك اخر بطوله لعبها قصاد كانت وصل للنهائي فيها في دوري ابطال افريقيا كانت في 2016، وخرج من المباراه النهائيه بعد ما كان بيواجه سان داونز، كان ساعتها المدرب موسيماني اللي هو مدرب الاهلي الحالي. فدي مفارقه يمكن الاهلاويه فرحانين بيها بشكل كبير، وممكن هي ممكن تبقى يعني قوه للمباراه النهائيه، لعبهم المباراه النهائيه. وفي نفس الامر برضو الزمالك شايف ان هو يمكن كان الفرقه الوحيده، المفارقه الثانيه ان الفرقه الوحيده الثانيه يعني كانت النجم الساحلي اللي هو وصلت من الكونفدراليه ودخلت صعدت تاهلت من الكونفدراليه بطل الكونفدراليه لدوري ابطال افريقيا كان النجم الساحلي، والنجم الساحلي ساعتها هو اللي فاز بدوري ابطال افريقيا، فده الزمالك يعني ايه متعشم في الحته دي كمان. طيب فالمباراه مش سهله، المباراه صعبه جدا، محدش يقدر يتوقع. ممكن يكون الزمالك يكون شكله فايق اكتر، او فرق لما غلب فرقه الرجاء يمكن اشرس من الوداد المغربي، بس في نفس الوقت دي ملهاش كل حاجه. طيب. لها حساباتها وكل حاجه.